عندنا آية حلوة خالص من رسالة معلمنا يوحنا الأولى الإصحاح الرابع الآية 2: بهذا تعرفون روح الله، كل روح يعترف بيسوع المسيح إنه قد جاء في الجسد فهو من الله. النهاردة ربنا بيقول لنا آية مهمة قوي 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 لإيماننا والخلاصنا، وإن إحنا نتحلى فيها بالمحبة والحكمة. إزاي هنتحلى بالمحبة والحكمة من خلال الآية بتاعتنا النهاردة؟ ربنا بيكلمنا ويقول لنا خلوا بالكم في كل واحد بيتكلم معاكم وفي كل واحد بيوصل لكم رسالة، لازم يبقى عندكم محبة وحكمة وإفراز للكلام اللي بيتقال. هل الكلام هو نابع من إيمان كنيستنا؟ ربنا بيقول لنا ما تنخدعوش وراء أي كلام يتقال لكم، لأنه كتير هيجوا يدلوكوا باسمي وهيكلموا باسمي، وده اللي قاله لنا قديس متى: انظروا لا يضلكم أحد، فإن كثيرون سيأتون باسمي ويضلون كثيرين. مهم قوي إن احنا نخلي بالنا إنه نسمع كلام من هنا من هناك من أي مكان، من زي البدع اللي اتقالت، زي البدع الأريوسية. كل البدع والهرطقات اللي اتقالت كانت في بدايتها ما بيقولوش إنه المسيح ما جاش إطلاقا، كانوا بيقولوا إن المسيح جه، ولكن زي البدع الأريوسية كانوا بينكروا لاهوت السيد المسيح. وعشان كده النهاردة ربنا بيأكد لنا، وإحنا يعني قربنا على الاحتفال بميلاده ووجوده في وسطينا، نفرح بطفل المزود ونكون متأكدين إنه إلهنا جه وعاش وسطينا، اتجسد ومثل لينا كل التواضع في ولادته في مزود، وأتى في الجسد علشان يخلصنا. بالتأكيد إن كل البدعة دي ما كانتش من الله، لأنه الناس اللي بتقول البدعة بيبقى هدفها إنها تقدم الخدعة علينا. لكن إحنا عشان نقدر نفرق ما بين الإيمان الصحيح والإيمان المزيف، لازم في البداية نرجع لإيمان كنيستنا الأرثوذكسية الواحد. النهاردة آيتنا بتأكد لينا إن إحنا نكون متأكدين من أن أي معلم حقيقي هيقول لنا كلام لازم يكون بشهادة إنه السيد المسيح جاء في الجسد، وده يأكد لنا إن هذا الكلام هو من روح الله. النهاردة محتاجين إن إحنا يكون عندنا آذان الإفراز، آذان الحكمة، إن إحنا نبقى دايماً شايفين بعينين فاحصة ودارسين كويس إيمان كنيستنا، اللي بيه نقدر نقف قدام أي حد ممكن يخدعنا. خلي بالنا دايماً إنه إحنا كأولاد المسيح مميزين جداً بإن إحنا محتاجين يكون إيماننا دايماً في رأسنا، في إيدينا، في قلبنا، نعمل بيه، نعمل بوصايا الله، يكون دايماً عمل الروح القدس فينا بإن إحنا نقدم وصايا الله في حياتنا، علشان نقدر إن إحنا نجابه أي كلام أو أي خداع ممكن نتعرض ليه. ربنا يبارك حياتكم ويفرحكم، ويكون الأيام اللي جاية كلها سبب بركة ونعمة لحياتنا، ولإلهنا كل المجد الدائم إلى الأبد.